بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم وإياكم. إذا مات الناس مثلا ميت فإنهم يجلسون في البيت ويستقبلون المعزين، وقد سمعنا عنكم أن هذا بدعة، فهل جلوسهم هذا يعتبر محرم؟ ثم هل يغلقون بابهم أمام الزائرين وكذلك التلفون؟ وهل الذاهبين إلى هؤلاء للتعزية آثمين؟ ثم هل إذا أمر مثلا الوالد أو الوالدة كل سؤال هذا كل محل التعزية؟ هل أمتنع كامل في أسئلة وقول هذا سؤال واحد؟ جزاك الله خير. على كل حال نقتصر على الفقرة الأولى، أن قاعدتنا أن لا نزيد على سؤال. الاجتماع للتعزية لا شك أنه بدعة، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت له أبناء وأعمام وأصحاب، لم يجلس يوما من الدهر ليتلقى العزاء، مع أنه هو المشرع، ومع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس في مواساة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيته، لكن لم يفعل. ليس يتوافدون إليه ليعزوه، ولا علمنا بهذا أبدا. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. ومعلوم أن النياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستنعة. وإني أقول لكم هذا المكان، العادات لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع يحكم على العادات، أي فيجب أن نرد العادات إلى الشرع، لا أن نرد الشرع إلى العادات. لا نقول الناس اعتادوا هذا، نقول وإذا اعتادوا هذا؟ الجاهلية اعتادوا الشرك، هل تركهم الرسول على ما هم عليه؟ والعصاة اعتادوا المعصية، هل نتركهم؟ فإذا كان هذا الأمر ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة، فلماذا نفعله؟ ثم إن هذا الاجتماع يصحبه في بعض البلدان إيقاد الأنوار، تجد البيت كأنه بيت عرس، وصف الكراسي واجتماع الناس، هذا داخل وهذا خارج، وربما يحصل بكاء وعويل، وربما يأتي قارئ يقرأ بقروش بفلوس يريد بعمل الآخرة الدنيا، فنعينه على هذا المأثم. فالحاصل أن نرى أن هذا من البدع وأنه يكف عنه، وقد ذكر ذلك أهل العلم قبلنا، انظر إلى كتبهم. ولكن قد يقول قائل: إذا كان قرابة الرجل يريد أن يأتوا إلى بيت قريبهم ليعزوه وينصرفوا بدون أن يفتح الباب ويستقبل الناس، وهذا داخل وهذا خارج، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ولا حرج. لأن أحيانا لو مات عمك أو أخوك فليس من صلة الرحم أن لا تذهب إلى بيت تعزيه، اذهب وعزيه لكن دون اجتماع. ثم إن العزاء أيضا، أتدرون لماذا شرع العزاء؟ شرع لأجل أن نقوي المصاب على الصبر والتحمل، ما هو بعد أن نجتمع إليه لنصيح معه. وعليه فإذا كان هذا الذي مات له قريب لم يهتم بقريب إطلاقا، بل ربما يفرح أنه مات لأن بينه وبينه مشاكل في الدنيا، فهذا لا يستحق التعزية. ربما يقول هذا يستحق إيش؟ التهنئة، لأنه مات خصمه. لكن الناس اعتادوا من مات له قريب اذهب وعزي واجتمع، وهذا عالم تدخل وهذا عالم تخرج، وبعض الناس يذبحون ذبائح، هذا بدعة. فنحن نقول لا تكلف نفسك في أمر ليس مستحبا لك في الشريعة، إنما في إضاعة وقت وإضاعة مال ومخالفة لهدي السلف.